الضابط المهم الذي نجا به أهل السنة والجماعة من الوقوع في البدع التي وقع فيها الجهمية أو وقع فيها المعتزلة أو الكرامية أو الكلابية أو الماتريدية أو الأشاعرة أو إلى غير ذلك؟ أنك أنت جزاك الله خير تقيم ما جاء في الكتاب وما جاء فين؟ السنة. وما جاء في السنة، لا زيادة ولا نقصان. ولا نقصان. نعم.